سورة الحجرات آية 13، الآية 13 من سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وهذا يشمل الإنس والجن، لأن الناس جاية من ناس أو نوس، يعني تحرك مع الإرادة، وكل من تحرك مع الإرادة وكان عنده عقل كان مكلفا، وهم الإنس والجن. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بيبين إيه الخلقة، بدأت من ذكر وأنثى واستمرت أيضا من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، والشعوب هي ايه؟ العدد الكبير من الناس اللي هم ايه يمتازوا بمزية واحدة يسموه شعب، والشعب ينقسم الى قبائل، والقبائل الى بطون، والبطون الى افخاذ، والافخاذ الى اسر، وهكذا لحد ما توصل للاسرة اللي هي المكونة من الرجل والمرأة والاولاد. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقيل شعوبا هذا للعجم وقبائل للعرب، قيل أيضا كده، يعني العجم يحبوا يسموا نفسهم شعوب، والعرب تحب تسمي نفسها قبائل، زي ما نقول كده الأسباط لبني إسرائيل والقبائل إيه للعرب. لتعارفوا، اللام هنا هي لام التعليل ولا لام الأمر؟ لام اللي هي لام كي، يعني كي تعارفوا ولا لام الأمر؟ الاثنين كويسين، وبعض العلماء قال إيه للأمر أفضل، بعض العلماء قال كده، لأنها كأن هي يأمرنا أن نتعارف، نتعارف فيما بيننا، لا نتعارك ولا نتقاتل ولكن نتعارف، والتعارف يؤدي إلى المعرفة، والمعرفة تؤدي إلى بيان الفضائل ومعرفة رب العالمين. كويس؟ فأدي المقصود من الخلق، وليس المقصود من الخلق التنافس والتقاتل كما ذهبت إليها الحضارة الغربية، يجعلوا العلاقة بين الناس وبعضها بعض علاقة صراع والبقاء للأقوى. لا، احنا مش علاقة كده، بالعكس، ده القوي يرحم الضعيف، ويعني احنا حضارتنا قايمة على غير حضارة الغرب، حضارة تقوم على التعارف وعلى التراحم وعلى عبادة الله وعمارة الأرض ومعرفة الله ومعرفة أن الأفضل فينا ليس بجنسه ولا بلغته ولا بشكله، بل الأفضل فينا بالتقوى وبمعرفة الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي بيقول إيه؟ أنا أتقاكم لله، كأن دي إشارة إلى أن أكرمنا على الإطلاق هو النبي، وكل من كان بقى على النهج بدرجات متفاوتة. فهذه الآية تدل على أن النبي أكرم الخلق عند الله بنص القرآن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو في الحديث الصحيح يقول إيه؟ أنا أتقاكم لله، يبقى معناه هو أكرمنا عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعند هنا عندية منزلة ومكانة، وليس عندية مكان، فهي منزلة ومكانة ورتبة. طبعا ايه لتعارفوا، البزي وصلا ووقفا يقول ايه للتعارفوا، للتعارفوا بتجديد التاء، كذا قراءة البزي عن ابن كثير، اما باقي القراء بتخفيف التاء مع الفتح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير، بصلة ميم الجمع عند ابن كثير المكي وابو جعفر المدني وقالون بخلف عنه، أما باقي القراء بالتسكين.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهيبقى فيه برضو إمالة، أتقيكم عند من يميل بقى كل على قاعدته. إن الله عليم خبير، عليم بمن يتقيه، خبير سبحانه وتعالى بما في القلوب. يلا يا سيدي اتفضل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أيوة. ولما يدخل الإيمان، لا، ولما يدخل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. نعم، قالت الأعراب آمنا، ودي أصل نزولها في قبيلة بني أسد، كان جنب المدينة، ولما شافوا النبي بيقاتل وبيغنم قالوا طب ما احنا كمان امنا ونخش معاكم، ايه ناخد في الغنائم. فدخلوا بظاهر الامر دون اطمئنان قلوبهم، يعني دخلوا من اجل دنيا وليس من اجل دين، وارادوا ان هم ياخذوا لقب الهجره، فربنا سلبهم هذا اللقب وقال سل عليهم اعراب. قالت الاعراب امنا، وكذلك في كل عصر وفي كل مصر، لا تدخل الدين إلا من أجل الله ومن أجل الآخرة، أما الدنيا فقسمتها للكافر والمؤمن سواء، دينك مش هيغير رزقك، الكافر بيرزق والمؤمن بيرزق، والكافر بيمرض والمؤمن بيمرض، والكافر بيفرح والمؤمن بيفرح، وده بيحزن وده بيحزن، فقسمة الدنيا سواء ملهاش علاقة بقى بالدين. فالدين لابد أن يكون لله، لله مش لإيه، لتحصيل دنيا ولا لحل مشاكل ولا، لا، لن تغير قدرك، دينك يعينك على مقابلة القدر بصدر رحب، فكيف تتعامل مع قدر الله وأنت مؤمن؟ الكافر بيتعامل مع قدر الله بالنزاع والمنازعة، حتى إن بعضهم يتحطم ويموت أو يفشل أو يكتئب أو يقع في المخدرات، أو لأنه مش راضي بقدر الله، مش عارف يتعامل معه. إنما المؤمن حاجة تانية. يبقى الدين لا يغير الأقدار في الدنيا، لكن يغير المصير في الآخرة، فلازم الناس تعرف كده. فدول دخلوا الدين على إنهم إيه، يرزقوا في الدنيا، الدنيا تفتح لهم ويبقى أغنياء وعندهم أموال كثيرة. فلهم لا، مش هو ده الدين، أنتوا أسلمتوا في الظاهر والإيمان ما دخلش في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لأن الإيمان تعلقه في القلب، ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم بقوا يصلوا يصوموا يعملوا الأعمال الظاهرة في الدين، ويشقشقوا بألسنتهم ذكر وكلام، لكن قلوبهم لم تؤمن بعد. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الإيمان محله القلب، والإسلام محله الجوارح الظاهرة. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء، يعني لو أطعتم الله ورسوله حتى في الظاهر برضو هتاخدوا من الغنائم، لكن مش حتى لا يلتكم، لا ينقصكم، من لات يليت يعني ايه، يعني ينقص، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، يعني ان عملتم للدنيا يؤتيكم الدنيا، من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منه، ومن يريد ثواب الاخرة نؤتيه منه. كويس. فالله لا ينقص احد نصيبه، لان الله سبحانه وتعالى كريم. لا يلتكم من أعمالكم شيئا، قراءة البصريان لا يألتكم، لا يألتكم بمعنى برضو ينقصكم، يبقى عندنا لا يلتكم لا يألتكم، لكن السوسي ايه ما قالش هاي بالهمزة، قال يا قال ايه لا، أبدل السوسي الهمزة، واخد بالك، يقول إيه لا يالتكم،
يا لتكم، مش ايه، مش بالهمز بقى، ايه يعني ابدلها لفتح او بألف، يعني ابدلها ألف. ان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، يبقى يغفر لكم ما اظهرتم خلاف الباطن ان صدقتم وامنتم، ففتح لهم باب المغفرة وصحح لهم الاعتقاد. تفضل يا سيدي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أيوة، أولئك هم الصادقون. ثم بيّن بقى إيه حقيقة الإيمان الصادق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يتشككوا عند إيه؟ عند وقوع الأقدار على خلاف المراد. لأن اللي بيبقى داخل في الإسلام كده هو وبيتسحب كده متصور إن الإسلام ده هيحلله كل مشاكله، يقوم يواجهه مشاكل في أقداره يبتدي يرتاب، أنا ماشي صح ولا غلط؟ زي كثير حتى يجي يتصوف كده وياخد إيه؟ الورد، فاكر ان الورد بقى لما هياخده يبقى خد العهد على الشيخ، كل مشاكله اتحلت والحياه بقت بامبي ما شاء الله، وبعدين يلاقي الدنيا زي ما هي فيها مصاعب، يقوم يترك الطريق ويترك البتاع ويعيش زي ما كان. وده غلط. الاوراد والسلوك والعباده لا تغير قدرك، ولكن تعينك على استقبال القدر بطريقه صحيحه. ادي كل الحاجه، لكن تغير لا تغير قدرك. اللي مكتوب له فقر هيفتقر، واللي مكتوب له مرض هيمرض، واللي مكتوب له موت هيموت، وهكذا. فلازم تواجه. هو الانبياء معاشوا حياه صعب، وكانوا لا يعصون الله، وكان بعضهم يفقر وبعضهم يجوع وبعضهم يشبع وبعضهم يمرض وبعضهم يصح وهكذا. ففي ناس كتير متصور ان هو طالما صلى الفجر في جماعه ما شاء الله هيبقى يومه ايه؟ بمبي. لا يا سيدي، لازم ربنا يبتلي الناس ويختبر الناس. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لابد تفتن ويبتليك. وأكثر الناس بلاء الأنبياء، وأقرأ سيرهم تعرف، حتى تعلم أن التدين ليس معناه والديانة ليس معناه تغيير قدرك، لا، ده تعينك على بس مواجهة الحياة بقوة، لأنك بتواجهها بالله، تقوم إيه؟ تواجهها بطريقة فيها سلاسة، ويصبح الشدائد بالنسبة لك رفع درجات، ويصبح كل ألم يصيبك في الدنيا رفع درجات وتنقية لك، فتبقى ماشي في حياة كلها رحمة. أصابك خير حمدت الله فارتفعت درجتك، أصابك شر صبرت ارتفعت درجتك. فالله يريد أن يتعرف عليك بالجلال والجمال، علشان كده إيه؟ لا يرتابوا، إذا أصابهم ضر لا يرتاب، يستمر على إيمان، ويعرف ان الله سبحانه وتعالى هكذا يعامل احبابه ويبتليهم حتى يكونوا اسوه للناس في الصبر والثبات. شوف سيدنا الحسين كيف قتل ومات وابناؤه قدامه يقتلوا، هو كان افضل اهل عصره، واخد بالك، وقتل غريبا جائعا عطشانا صائما، قتلوه اللي بيحبوه، في اكتر من كده؟ بيقتلوه هم بيبكوا عليه. وكيف صبرت سيدتنا زينب وشافت هذا المنظر، واخد بالك، وكانوا اعبد اهل عصرهم، علشان ايه؟ تتزن عندك الامور، مش تظن انك انت طالما وظبت على العباده شهر واتنين يبقى خلاص مش هتجي لك مصايب ابدا، لا، ما هو لابد ربنا يبتليك علشان يعرف هل هترتاب ولا بتعبد الله على حرف ولا انت ثابت راسخ. في ناس تعبد الله على حرف طول ما الدنيا ماشيه معاها حلوه، أهو ما شاء الله مواظب على العبادة وآخر استقامة. أول ما ربنا سبحانه وتعالى يبتليه ببعض الجلال ينقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، فمش عايزين نبقى كده. فلازم لما تقرأ القرآن تفهم كيف يتعامل الله مع عباده، لأن أنت من عباد الله، كيف يتعامل معك؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يتشككوا بصحة توجههم إلى الله إذا ابتلاهم بالجلال، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يبقى المسألة تحتاج إلى جهاد بقى بالمال والنفس،
والجهاد معناه بذل الجهد والعناء، ولكن في قدر الوسع، كله بقدر الوسع، لأن لا يكلف الله نفس إلا ما آتاها. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أولئك مين بقى اللي هم إيه؟ ماشيين مع الله على طول كده، في الضر والنفع، وفي الخير والشر، وفي القبض والبسط، وفي المنع والعطاء، وفي الذل والعز، في كل الأحوال. أولئك هم الصادقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. اتفضل يا سيدي. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قل أتعلمون الله، وما زال يبكتهم سبحانه وتعالى تبكيت لهم. ازاي تقولوا آمنا وانتوا الإيمان ما دخلش بكلكم؟ انتوا تريدوا بكلامكم لا تعلموني ما خفي، فكل ده تبكيت لهم لعدم صدق إيمانه، لأنهم ادعوا ما ليس في قلوبهم، والله مطلع على القلوب، فما زال يبكتهم. لذلك قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي. تمنون عليك أن أسلموا. نعم. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا، بتمنوا على النبي، يعني بيمنوا على النبي إن هم أسلموا هيبقوا معاه يقتلوا، وانتوا اصلا خارجين مع النبي علشان تاخدوا شويه غنائم. يمنون عليك ان اسلموا. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان، يعني عرفكم الحقائق، فعودوا للايمان واتركوا الادعاء. بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان إن كنتم صادقين، غير مدعين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله. إسلامكم بل الله بصلة ميم الجمع عند ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه. بل الله يمن عليكم أن هداكم. هداكم ده ورش، ورش يصل ميم الجمع اللي بعدها ألف همزة ويمدها ست حركات. يمن عليكم أن هداكم. هداكم هيبقى في إمالة برضه. هداكم للإيمان بصلة ميم الجمع عند ابن كثير وأبو جعفر وكذلك قالون بخلف عنه، وكذلك في قوله إن كنتم صادقين. تفضل يا سيدي. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ثم هذه هي الحقائق الإيمانية اللي لابد الإنسان يعرفها، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بصير الراء تبقى راقيقة عند ورش، يقول بصير بما، ليه؟ لأن قبلها كسر، ده عند ورش بس، باقي القراء ايه؟ الراء فخمة. والله بصير بما تعملون. ابن كثير يقراها بما يعملون، ابن كثير المكي يقراها بالياء بما يعملون. فلو لقيت الإمام بيصلي وقال بما يعملون وانت حافظها بما تعملون ما تردوش، لأنها قراءة صحيحة. فهمت بقى؟ فميزة انك انت تعرف القراءات انك انت متى ايه؟ ما تصححش للقارئ حاجة هو نقل إلى قراءة أخرى، نقله لقراءة أخرى لا يضر في الصلاة، لأن ربنا قال اقرأوا ما تيسر منكم، طالما قرآن صح برضو ماشي، مفيش داعي إنك أنت إيه، لأن هو ما قالش للناس استقيموا يرحمكم الله سوف أقرأ عليكم بقراءة حفص عن عاصم برواية، ما قالكوش كده، هو ربنا قال اقرأ ما تيسر من القرآن. فأما هو جاب قال يعملون قال تعملون والقرآن الاثنين واردين ما تردش، حتى لو ما يعرفش، حتى لو ما يعرفش ربنا ستره،
انت زعلان ليه؟ واحد ربنا ستره وقال وهو ما يعرفش ان في قراءة بتقول كده، لكن انت عارف ان في قراءة كده. خلاص بعد الصلاة تقول له ما شاء الله، ايه القراءة الجميلة دي؟ انت قلت بقراءة ابن كثير النهارده، انما القراءة التانية تعملون، يبقى تبادل علم مش تعالي ولا ايه ولا تنطيط. فهمت بقى ازاي؟ فدي ميزة الايه. عشان كده المشايخ اللي هم يعرفوا في القراءات لما يجي يصلي مأموم بتلاقيه مريح، ما يقعدش بقى يتنطط عليك كل شوية، تقول بما تعملون بما يعملون، ماشي ماشي كله ماشي، لانه عارف دي قراءة ودي قراءة والحكاية ماشي. واخد بالك؟ ودي ميزة ايه؟ سعة القرآن وتيسير القرآن على الناس. لكن لما تيجي تقرأ قراءة معينة معنونها الشيخ يوقفك، يقول لك ان دي حاجة تانية. لما زي ما نكون مثلا بنتفق ان احنا هنقرأ ختمة بقراءة حفص، يبقى لو قلت لي شعبة هصحح لك، ارجعك لحفص تاني، لان احنا متفقين بقى على حفص. فهمت بقى المسألة؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويوفقنا واجعلنا من أهل القرآن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غافلون.